قناة مصر السابعة. تقرير في حلقتنا النهاردة عن معرض مراكب الشمس الدولي. استضافت محافظة المنيا معرض مراكب الشمس الدولي 2022، وهو ملتقى فني للترويج السياحي بمشاركة 50 لوحة لفنانين من مختلف أنحاء العالم و60 فنان من كل دول العالم ومصر. قال الفنان التشكيلي إسماعيل أبو بكر صاحب فكرة الملتقى ومنظم المعرض إن معرض مراكب الفنون التشكيلية تبحر من المنيا كل عام، وذلك تشجيعا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنون المصرية، إذ يأتي المعرض من وحي فكرته التي بدأها للترويج للسياحة، ودعوة الفنانين إلى زيارة مصر والاستفادة من مكانتها ثقافيا وفنيا وسياسيا. ومن هنا كانت فكرة معارض مراكب الشمس للفنون التشكيلية. هنروح معكم أعزائي المشاهدين وعدسة البرنامج وهذا التقرير ومعرض مراكب الشمس الدولي. أقيم معرض مراكب الشمس بالمنيا تحت رعاية شارك في هذا المعرض العديد من الدول العربية والأجنبية. إسماعيل بكر فنان تشكيلي ومخرج في التلفزيون. النهاردة مراكب الشمس بتحتفل بحار الثالث على التوالي خلال هذا العام. مشارك معنا أكثر من 40 دولة مشاركة، أعمال فنية من مختلف دول العالم من الهند للمكسيك. يسعدني إن احنا نكون حد مصري قدم الفن المصري والفنانين المصريين لكل الميديا في العالم والأصدقاء الفنانين على مستوى عالمي. كمان سعيد جدا إن أنا أكون حلقة وصل ما بين الفنانين المصريين والفنانين الأجانب في مصر. سعيد بمشاركتك بتغطية الإعلامية لبرنامج نون النسوة في التلفزيون المصري، وأتمنى دايما تبقوا معانا في كل لقاءاتنا. وميرسي جدا للقناة السابعة، قناة المحبوبة. سيبا العيادي أستاذة لغة وآداب عربية، فنانة تشكيلية وشاعرة من تونس. المعرض بتاع النهاردة مراكب الشمس هو حاجة عظيمة جدا، وأشكر جدا الفنان العالمي إسماعيل بكر على إقامة هذا المعرض الكبير وهذا المعرض العالمي، يعني ما فيش زيه. عمري ما شفت يعني معرض بالأناقة دي وبالنظام وبالجمال وبمشاركة فنانين من كل العالم، يعني شيء لا يوصف بصراحة. روعة. هو النظام، التنظيم، كل شيء بصراحة. شاركت بلوحة فيها حروفيات. أنا كنت أرسم الأنواع من الأنواع العديدة من الفانتاشيت. الآن سأتخصص في الحروفيات بما أني أستاذة لغة عربية، لابد إذا أن أمزج بين الحرف وبين الفن. البدر أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، مشارك النهاردة في معرض مراكب الشمس. بشكر الحقيقة أولا ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو وفق الأستاذ إسماعيل ومجموعة العمل لإضافة جديدة هذا العام. كل معرض وكل مسابقة وكل مشاركة بيقوم بيها الحقيقة وبمجموعة العمل المنظمة لهذا العمل الحقيقة بتضيف للفن المصري من خلال مجالات الفن التشكيلي المختلفة، بداية من الرسم والتصوير، الخزف، النحت، الجرافيك، كمان فنون النسيج المختلفة، فنون الجرافيك والفنون الميديا بشكل عام. الحقيقة أنا بحس بتظاهرة فنية من خلال الفنانين المشاركين وكوكبة من الفنانين المصريين والأجانب على المستوى الدولي والمستوى العربي. كل فنان بيحاول ان هو يدلو بدلو وبيعمل
ابداع مختلف عن العام السابق ليه. كمان مجموعه الشباب ووجودهم في حضن المعرض واستضافتهم بشكل قوي هذا العام بيأكد على ان مصر بخير بشبابها بابنائها باولادها بقيادتها السياسيه اللي بتحاول في ظل الجمهوريه الجديده ان يكون ليها نوع من انواع الثقافه العالميه وانفتاح على الاخر من الفنون والدول الاجنبيه الاخرى. ام حسن عارض هنا في المعرض. اسماعيل بكر من فترة كلمني فقال لي في معرض الشمس، وأنا كنت عامل قطعة مركب الشمس، فطبعا أول لما بلغني بميعاد المعرض فكانت فرصة كويسة يعني إن أقدم الحاجة اللي معمولة يعني بحيث الناس تشوفها وتوصل يعني لأكبر عدد من الناس يعني. أحمد الحداد مدرس النحت البارز والميدالية بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. النهاردة يعني يمكن احنا بنحتفل بالدورة الثالثة لمراكب الشمس. هذا المحفل العالمي الجميل اللي دايما بنستمتع بيه وبالزخم الفني والتنوع التشكيلي في الفن التشكيلي الجميل. طبعا انا مشارك بلوحتين في فن الميدالية، لوحة اسمها احتواء ولوحة تانية اسمها مناجاة. مناجاة هنا دي بتعبر عن اسلوب الاشخاص في التعبير عن الدين او التعبير ازاي الشخص يعبر بحرية عن عقائده. واللوحة الاولى اللي هي احتواء. احتواء هنا بتعبر عن فجر او شخص من الشخص دايما اللي ما بي او يساعده او فهو بيضطر يحتوي نفسه. فهنا الشخص هنا بيحتوي نفسه وبيضم جسمه بشدة من كتر اشتياقه او حبه للاحتواء. قناة مصر السابعة